عقود الغاز بين الجزائر وإيطاليا ستجدد بعد انتهائها بعد سنتين بعد ضجة كبيرة، حيث سرعت إيطاليا إلى التراجع عن عزمها عدم تجديد عقود الغاز مع الجزائر بعد أن أجرى الوزير الإيطالي للتنمية الاقتصادية كارلو كاليندا اتصالا بوزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة طمأنه أن الجزائر شريك طاقوي جدي وهام. كما أبلغ رسميا بوطرفة أن إيطاليا ستجدد عقود التزود بالغاز، مشيرا إلى أن ما نسب له تصريحات غير صحيحة. الجزائر والاتحاد الأوروبي لهم كل الاستعداد بغية الوصول إلى توافق حقيقي لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، لأنه أنا قلت مرارا السوق الأوروبية تبقى هي السوق التقليدية ذات الأولوية بالنسبة لنا كجزائريين، وهي السوق الطبيعية والتقليدية للغاز والطاقة الجزائرية. تراجع الوزير الإيطالي عن تصريحاته جاءت بعد ضجة كبيرة وضغوط دولية، على اعتبار أن الجزائر ظلت على مدار 4 عقود ملتزمة بالاتفاقيات التي أبرمتها، إضافة إلى عدم وجود بديل طاقوي لأوروبا عن الجزائر. نحن الآن أمام خارطة طريق لتطوير صناعات البتروكيماوية، ولعل أيضا الجانب الأوروبي وخاصة الشركات الإيطالية أنها مدعوة، وهناك جاذبية للاستثمار في صناعات البتروكيماوية، ولا يمكن للجانب الأوروبي وإيطاليا على الخصوص أن تترك الساحة الجزائرية وأن تترك السوق الجزائرية الواعدة والجذابة لبقية الشركات الأخرى، خاصة الشركات الأمريكية التي أبدت اهتماما كبيرا بالسوق الجزائرية. الغاز الطبيعي الجزائري يبقى ورقة هامة في يد الجزائر من أجل مفاوضات نارية، سواء مع أوروبا التي تريد الغاز والطاقة البديلة الجزائرية، أو الشركات الأمريكية التي تريد الاستثمار في الجزائر.